نحن كمعارضة تشرينية منذ انطلاقة تشرين وليومنا هذا قد دأبنا على مبدأ وهو إسقاط النظام وتغيير الدستور العراقي وكذلك تعديل قانون الأحزاب والمجيء بقانون أحزاب لا تمتلك أذرع مسلحة وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة وكذلك سلاح الميليشيات وألا تتحكم الدول الإقليمية في البلد. فنحن كمعارضة تشرينية نقولها لهم وبصريح العبارة، ليس لنا دخل بصراعاتكم الحزبية ونزاعاتكم على المناصب والمكاسب. نحن كشعب تشرين خرجنا بجميع الطوائف وبجميع التوجهات لاقتلاعكم من جذوركم بعد فشلكم في إدارة البلاد وإراقتكم لدماء العراقيين والاقتتال الداخلي بين العراقيين وكذلك تسليم 4 محافظات إلى داعش وما شابه من التنظيمات الإرهابية. نحن كشعب عراقي ذقنا ذرعا منكم، ليس لنا دخل بأي من صراعاتكم، لا صراع تيار ولا صراع إطار. نحن نريد اجتثاثكم جميعا كونكم فشلتم في إدارة البلد وعلى ألسنة قادتكم. أنتم من قلتم إننا قد فشلنا في إدارة البلد وفشلنا في إدارة زمام الأمور. طيب. وأنتم لا تستطيعون إدارة مكتبكم مخترق. طيب. فكيف لكم أن تستطيعوا إدارة البلاد؟